أهلا أهلا، وصفة فطور جدا لذيذة من الوصفات المحببة، وكثير شفت أنكم تحبون وصفات الفطور لأنها خفيفة وسريعة ومشبعة وقريبة للقلب وللبطن بعد. يلا نبدأ. أول خطوة راح أسويها راح أضيف هنا زيت الزيتون، أتركه يسخن شوي، وبعدها راح أضيف الخبز. نفس الشيء أي نوع خبز أنتم تفضلون، أنا أحب أستخدم بوصفتي اليوم النوع هذا. راح أفتحه بهالشكل وأحطه يتحمر، بس ياخذ نكهة التحمير ونكهة زيت الزيتون. خلصت من الخبز وتركته على جنب، نجي هنا للحلوم. قطعته شرايح مستطيلة بهالشكل، الشركة اللي انتم تحبونها وتفضلونها. راح اقلبه لحد ما يطلع اللون الذهبي، وبعدها نكمل الخطوات، نروح نحشي الساندوتش حقنا. الاشياء اللي راح استخدمها بحشي الساندوتش حقنا: جبن الحلوم وراح يتحمر، وعندي هنا الجرجير الصغير البيبي جرجير، الصنوبر المحمص، شرايح طماطم، بقدونس، وعندي هنا بيستو الطماطم، وعندي هنا شرايح زيتون.